السلام عليكم، نهار جديد، فيديو جديد. بزاف منكم سولوني قالوا لي كي دايره المعيشه هنايا في المانيا. دونك اليوم فكرت انني نجي ندير واحد الدويره معكم في سوبر مارشي، شوفوا الاسعار ديال السلع الغذائيه هنايا في المانيا شحال دايره. اليوم اختاريت نجي ليدل، السوبر مارشي بحال اللي كاينين في المغرب، كارفور ماركت ولا مارجان ماركت، السوبر مارشي صغير ديال الحي دو كارتي. نشوفوا عندهم لي بري كيفاش دايرين، نخليكم معنا وشوفوا لي بري، والا عندكم ملاحظات ولا قولوا لنا الاثمنه هنايا كيفاش دايره بارابور للمغرب فين وصلوا دابا، سورتو مع هاد الانفلاسيون اللي كاينه، الحرب مع ما بين روسيا واوكرانيا والامباكت ديالها على لي برودوي اليمونتير. هنا كما كنا شفنا في واحد الفيديو قبل، عندهم واحد بلاصه فين كتقدر ترد لي بوتي ديالك، تيكونوا خاويين وكتاخذ على كل وحده 0.25 سنتيم. كما كتشوفوا كدير هنايا هنايا القرعة ديالك، ومن بعد كتبقى تزيد وحدة مور الأخرى. هنايا في الآخر كيخرج لك تيكي كتقدر تستعملو في لو سوبر مارشي. هنايا كاع لو سوبر مارشي عندهم هاد لو سيستيم هذا، هادي خاصة بليدل. بالنسبة لي كادي هنا عندهم ان سيستيم ماشي بحال عندنا في المغرب، غير كتجي وكتهز الكادي ديالك. هنايا كيخاصك تحط الفلوس عاد تهزها، كتبدا من 50 سنتيم 1 أورو 2 أورو لا بيس اللي عندك كتاخذها. هنايا عندي انا 1 أورو كتركبها هنايا عاد كتديبلوكي لك هنا. يعني الا ما درتيهاش ما كتقدرش تاخذ الكادي، ماشي بحالنا هنايا كتجي وكتهز الكادي فابور. لا سيستيم دايرينو باش تبقى ترد الكادي لبلاصتو ويبقى كلشي مجموع. الفخيز ب 3 أورو تقريبا 400 غرام، صدق تقريبا واحد 33 درهم نص كيلو. كيلو كيبقى ب 7 أورو 48. هنا هي الخوخ كيلو ب 2.70، مشماش كيلو ب 4 أورو. كاين حتى هاد الخوخ بحال الخوخ البلدي اللي عندنا، جوج 2.70 عليه بروموسيون. كاين لي بواغ بعويد دايرين اوسي اون بروموسيون، 1.70 كيلو. كاين تا التفاح تويلي اون بروموسيون كيلو ب 2 أورو. لافوكا جوج 50 700 غرام متسلة. دونك وكاين البيو جوج 49 جوج حبات. اناناس سوا بالحبة 1.79 الحبة. حامض نص كيلو بواحد 29. مونك تا هو بواحد 29 اون بروموسيون. العنب داير 3.49 كيلو، مي كاين وحدة برنيل اون بروموسيون بواحد 29 نص كيلو. مخلط دابا هدا بيبي بانان ب 100 غرام 0.39 كيلو 3.89. كاين البنان العادي دابا بواحد 69 الكيلو. هاد البطاطا 2.5 كيلو بجوج 2.19 كيلو ب 0.88. كاينة واحدة أخرى ديك الصغيورة 1.99 2.5 كيلو كيلو ب 0.80. البصلة كيلو ب 1 أورو 2 كيلو ب 2 أورو. خص دا كاين لي داير بجوج أورو، كاين وحدة أخر داير بأن أورو 50 الوحدة بيان سور. شامبينيون 350 غرام، هدا قريب 2.09 أورو. كاين البيض بأن أورو 89. مطيشة 1.49 أورو الكيلو تقريبا واحد 16 درهم مغربية. لي طوماط كاينين قال أحجام
صغيرة الكبيرة فلفلة جنس كيلو مخلطة بثلاثة أورو، كاينة الحمراء بجوج أورو 79 كيلو، غيزو كضربتها بواحد 19، كاين الكيلو هذا بواحد 99، وهذا اللي بيو بواحد 19، هذا بواحد 39، نعناع حتى هو كاين 0.99 الربطة، لي زيبينار بيو بواحد 69 125 غرام، لي توست بان دومي 0.89 هنا ب 0.99، الخبز ديال لي برجر 0.89، لي ميني كروسون شوكولا دوك يعجبو العيان، هادو لي ساندويتش واجدين 1.69 و 1.99، هادو لي صالاد تا هما واجدين 1.99 و 1.99، 2.79، لي جو اي حاجه كيحطوها كيديروا عليها، الا كانت حلوه راه كيرسموا عليها الطوب هنايا، سينو راه كاين بولي وتاني تيكون طون بحال دابا هادو تنفيش. من الجهه ديال اللحم هو صراحة انا خصك الواحد يرد البال واش حلال ولا لا، عندهم كل شيء، عندهم دجاج، عندهم بقري، عندهم ميم ديال الحلوف، خاصك ترد البال، الحوت لي نوغات دجاج مشرمل، حنا صراحة ما كناخدوش من هنايا كاع اللحم، ايوا واخا كتلقاهم مكتوب مرسوم فيه الدجاج هكايا ماشي حلال، كل واحد هنايا الى هو ياكل اللحم يختار شي جزار، كاينين جزاره حلال بحال دابا واحد حنا كناخذو من عنده جزائري، عنده كل شيء بقري غنمي العجل دجاج بيبي كتاخذ من عنده على رقبته، عنده واحد الميركاز صراحه ما تشبعش منه خطير، الكفته ديال لادنت كيلو بخمسة أورو 49، الدجاج مشرملين جوج كيلو بثمانية أورو، لا دوغات دايرة 8.25، لابيس كيلو بربعطاش 99، لا تويت بثلاثة أورو، كتلي دو بيس كيلو بعشرة أورو تقريبا، مرغيز بقري وغنمي 3.99 أورو وكومو 360 غرام، كفتة بقري كاين هادي البيو 5.79 فيها 400 غرام، وهادي العادية 800 غرام 7.89، كل كيلو ديال العادية كيتقام 9.86، وهادي البيو ب 14.48، وبجوج بيهم بقري هنايا نوغات ديال الدجاج كيلو ب 6 اورو، كوكيز فيهم بروموسيون 0.69 على 12%، نوتيلا بسكوي 2.99، اوريو 1.29، نيو بحالو 0.89، كافي نسكافي كاينو نسكويك، عندهم جوج ديال انواع الزيت، كاين الغابسو وكاين الاخرى العاديه بنوار الشمس، العاديه ب 4 اورو للتر، الاخرى ب 1.79،
عندنا هنا العطريه كاينين كل شيء كاع اللي تحتاج تقريبا ما بين 0.59 0.79. معروفين بالكورنيشون هنايا، عندهم هذاك الكورنيشون العادي بحال اللي عندنا هنايا، واحد 19670 غرام. من عندهم سي واحد كورنيشون كبير، وهذا بواحد 99 كيلو ونص، وماشي بحال ديالنا حنايا حامض. هذا صراحة زوين. ناطيشون كونسيرف 0.89 نص كيلو، كيلو بواحد 78. هنا هادي 700 غرام بواحد 39 بزاج. طون بواحد 49 ولكن 195 غرام. طون 0.88 185 غرام، ده مزيان رخيص. نربط كاين هذا شراب 1.99، كاين شراب 2.29 هو، والبيو 3.29 شراب. كمالة ديال العطرية كيتشوب هاينز داير 2.99، وكاين اللي رخص منو، هذا 1.45 دايرين فيه برومو. الموطات صراحة واعر عندهم، داير 0.49. داير صوص الباربيكيو، تشيلي حار، طباسكو. دونك شوفوا الأسمنة وقارنوهم وقولوا لنا واش غاليين ولا كاين اللي رخيص كاين اللي غالي ولا شنو بان لكم. في هاد الغيون كاين لي بروموسيون، حاجة اللي ما كتمشاش ليهم، الحاجة اللي قربة تقاضى لا دات ديال ديكسبيراسيون ديالها قريبة، تيحطوها هنايا و تينقصو منها الثمن. لي بات هاد البيني 0.89 نص كيلو، لي سباغيتي 1.99 الكيلو. كوكا ديال البروموسيون 0.99 1 لتر 25. فونتا فونتا تاهي 0.99 1 لتر 25. ميريندا بيبسي ماكس كلشي 0.69 1 لتر 25. عندهم هنايا دوطخ مارك ديال موناضا، دونك سبرايت كاينة، ناد فري واي كاينة حتى في الاسباني، هنا لي جو، هنا لي شيبس بوب كورن. كان شيبس 1.79 دايرين فيهم بروموسيون، برينغل 2.59. عندهم الماء، وما عندهم واحد الماء دو لو غازو، باش تقلب على الماء تمشي تشوف اللي فيه ستيل. دونك هاي ترونس ب 0.25. هاي دانون فروماجري لي جو لا مارك لي عندهم، وكاينين جوج، كاين واحد 3.5 وكاين 1.5، فوالا 1.5 خفيف بحال لايت ديالنا 0.99 و 3.5 بحال زيرو. كاين الطحين 1.89 جوج كيلو، السكر 0.79 كيلو، كاع اللي عندو علاقة بالحلويات. الفروماج
زوريلا غابي جوج 19 250 غرام. نيل بودا 3 سدوسين 450 غرام بوكسو. لي ترونش يعني لي مونتال جوست 220 غرام. ادان جوست 270 400 غرام دي ترونش. الشاركوتري انا كيما قلت لكم ما كنصحكمش تشريو من هنايا، واخا فيه دجاج وفيه بولاب بكري ولا يبقى في الشك. دابا هنايا وهذا مرسوم فيه دجاج هذا حلو. هنا كاين الخبز لي كرواسون صغارين 49 39 كاين هذا 0.19. لي دونتيفريس بلان دو بوش ou les shampoings qui n'a de sien, la marque sien, qui est L'Oréal, Fontaine. Un Garnier, là de la marque Dielo, et les shampoings Dielo, les déodorants, Rexona, sien, savon. Le gel douche, le déodorant de gel, aftershave, le gel, سلينو خصنا نرجعو الكادي لبلاصتو باش منساوش الأورو لي حطينا فيه كوميم راه أورو. إي فوالا نرجع هكا نركبو هادي بلاصة خرجنا الأورو ديالنا صافي تشتات. هنا عندهم بوان دو لي دي اش ال منين كتكوموندي شي حاجه كتوصلك كدير لهم لا ليفغيزون في البوان غولي اللي قريب ليك. هذا كاين هنايا في ليدل دوكو تجي كتسكاني لو كود اللي غادي يعطيو اوتوماتيكمون كتحل لك البلاصه اللي فيها الكولي ديالك كتاخذو وتمشي. فيها كاع لي طاي ديال لي كولي الاس حتى الاكس ال كل واحد ولا طاي ديالو كما كتشوفوا على حساب الكولي ديالك قداش. دونك هنا كيتسالى الفلوق ديالنا اليوم، الفلوق درناه للناس اللي غادي يجيو لالماني جدادين سواء قرايه سواء خدمه ولا ميم الى جاوا فاكونس يعرفوا لي بري اللي كاينين دابا. انا قلت لكم هاد لي بري هادو راه طالعين شويه على اللي كان قبل. انا كتشوفوا دابا هاد الشيل هو الترونسبور ديالهم جا غادي يحط في البوان غولي دوك لي كولي اللي عنده خصو يليفريهم. دونك رجعوا شنو كنا كنقولوا سكو لي بري دابا طالعين على شنو كانوا دو كيما قلت لكم الحرب ديال روسيا مع اوكرانيا الانفلاسيون اللي واقعه ما عرفناش من بعد شنو غادي يولي، واش غادي يعاودوا يهبطوا لي بري، واش غادي يبقاو
طالعين ولا شنو. هنا كيتسالى الفيديو ديالنا اليوم، تهلاو فراسكم ونتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله.